مساء الخير، هذا أكسيل بن علي بن محمد بريك القرطاجني من مفاهل باريس المؤقت، يحييكم ويشد رديكم كالعادة. يتحنت الهيئة الإدارية نتاع الاتحاد العام التونسي للشغل. يا مرتزقة يا موبنة، يا عطية سرامكم يا نياكة. أخي تو الميبون نتاعكم فرحات عباسي ولا سيسم زب ورم وحسين العباسي يفاوض كي قحبة بن نعيم. كل أنا زب ورم ومحمود عباس ميبون فلسطين. ماشي نهار كله هو يفاوض، وكان ما نجحش مفاوضات نقول شكون حالي سروالي، لان حالك سروالك هم الاخوانجيه اللي دخلوا ضربوا لكم الاتحاد، هم الاخوانجيه اللي حطوا لكم الزبل في مقرات الاتحاد، هم الاخوانجيه اللي قتلوا شكري بالعيد، هم الاخوانجيه اللي قتلوا البراهمي، هم الاخوانجيه اللي قتلوا نقذ، هم الاخوانجيه اللي فلسوا الدوله، هم الاخوانجيه اللي جهلوا الشعب وردوه يمن بول البعير وخرى الموتى والنكاح درشكونه وكك الروايق البارد الكل من صحيح مسلم والبخاري ابن كثير ابن تيمية ابن وابن وابن سرمة كلهم حكيتهم كي الزبي واضحين اليوم الخوانجية هناك وزبوا رم البلاد. بداها من بورقيبة كانت عنده فرصة تاريخية انه يخرج نهائيا للزب ورم حضرة الكرب المجرمين، ما حبش يعطي المساواة الكاملة ما بين المرأة والراجل، ما حبش يقول يعلم التلامذة انه المسلم التوانسة تخلفوا على ركب الحضارة مش على خاطر ما عادش يطبقوا في الاسلام، لانهم قعدوا يطبقوا في الاسلام. انا البارح تفرجت في شريط اسمه صمت القصور يحكي بالضبط على الحضارة العربية الاسلامية التركمانية في تونس، كيفاش ابن شولا بنيات صغار يتجابوا القصر البي والقصر الامير ولا لي برانس دي باي هذوما من شولا ويستعملوهم عبيد وما ملكت ايمانهم، وهم عندهم الحق لانه الشيء هذا موجود وما ملكت ايمانكم والايماء والتحرير رقبه يعني معترفين بالواحد وغيره 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 وغيره. هالشيء هذا اللي قاعدين عايشين فيه توما توا هو غزو عربي اسلامي جديد تشوفوه في الصحراء نتاع تطاوين وغير تطاوين، اكل عربان وجوه الاخرى وجوه البق والبرغوث والسيبان والخمج والبلاده والسقاطه يصطادونا في الغزاله نتاعنا ويزيدوا يذبحوهم ويتصور بهم جاي معناتها يسخروننا ولينا كي زب ورم الموزمبيق كي مالي، ما انا مالي خير من زب ورمكم مالي. اش الشطحين نتاع زبي يا هيئه اداريه القحب والنياكه والطحين لي زاباراتشيك دو ميرد، يا مبنه اليسار يا نياكه يا قحاب يا بيوع شكري يا بيوع دم شكري بالعيد يا نياكه، نتفاوضوا مع زب ورمهم ونتفاوضوا وهاو ميزانيه منيكه مالك مش حب زب ورمها الميزانيه، ما هو ميزانيه الزكاه والخرا والبول والاوقاف والاحباس ورا الزبي والغنايم. يا اخي النياكه اللي دخلوهم يخدموا ب 100000 ولا قداش 100000 قحبه دخلوها تخدم مبنى الخوانجيه في الدوله، شنو مهم غنيمه نار ال 40 ولا 30 سنه على زب ورم باش يقيموا على زب ورمكم العد، تو خذوا زب ورم الحكم يتقسموا الغنايم كما كان يعمل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتبعوا بالسنه نتاعهم. وانت يا يوسف وطالبي وصديق ورا الزبي هاك الطحانه اللي تعطي في الاكسجين للحضاره العربيه الاسلاميه المنيكه، اشوفوا سيادكم الشيعه الايرانيين اللي يتكلموا بلغتهم بعثوا زب ورم صواريخ للسماء وامريكا قاعده تعمل لهم في بيبا تمثلهم في زبوبهم والفرنسيس خارين فيهم اهم ودهم في الزب الناس الكل هما واسرائيل. المبنى قالك العربي الشعودية متقلقة أكثر من إسرائيل من النووي الإسرائيلي ويا الزبي ما عندكم الطير لبابيل وطير الزبابيل ابعثوا زب ورمهم لإسرائيل تحبوا على الزبي. الكعبة محتلة، القدس محتل، الدعاء نتاعكم كي زب ما يتقبلش، هو تصلي وتنيكم كل نهار جمعه تجيبوا لي زب ورم نواحه وسوره الكهف وسوره الزب ومكم نيكه نتاع الزب هذوما، وهم الخواجين نيكوا في الفلوس ودخلوا في السلاح ونيكوا لكم في زب ورمكم وتو تخرى لهم فيه وتو تخرى لهم فيه وتو تخرى لهم فيه. لا عصيان مدني لا الزبي، يا مبنى يا طحن الاتحاد العام التونسي للشغل يا قحاب يا باراتشيك يا مبنى اضراب العام مفتوح يا مبنى يا عطايه وتحضروا له من توا حتى يسقط هذا النظام، برينا زب ورمكم وزب ورم المخير فيكم انا ياك يا طحانه. وانت يا معارضه الزب هذه والشوم نهار كل ما تتكحبوا على زبي هاو فضحتوا هاو نيكتوا هاو جبتوا وثيقه هاو زخرتوا فيها بها، قولوا صراحة نحن لا نعترف بهذه الحكومة حكومة الاحتلال العربي والإسلامي لزب ورم تونس. توا قالك القروض الإسلامية ورا الزبي معناتها يشريوا ديبار من دياركم يا عطاية يا نياكة، هالقروض الإسلامية والسكوك الإسلامية بتاع الزبي يجي ميبون من السعودية الله عز وجل من عليهم بالثروات وبالخيرات وبزقكم قبيلة نحوس في الديفونس إنكم ما شارينها كل
شارين زبوا لهم هكل واش تعمل بها يا عارف داك رب ما قعدت في فرنسا ولا انتم باش يجيبكم نيكو باش يذبحوكم الغزال ونيكو لكم بناتكم واولادكم ما للزبي يا طحانه يا غنيمه يا قحاب يا سبايا انا ازب ورمكم انا لاني عربي ولاني مسلم وانا تونسي وديتكم في الزبي ناس الكل بو على زب ورمكم هاي دارية القحاب تاعت حدا ما تمشي شغل حاشين بلال وتزبي بخي بزب ورم يعني بو على زب ورم